صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم وير سيريوس، في عنا تاكتيكال فايتنج سيستم مثل قبل بمره. اليوم كمان رح نحكي عن كيف ندافع عن حالنا، لانه بالاول هو المارشال ارتس اذا ما بقدر دافع عن حالي فيه اتس ان ذا فيرست بليس اتس فايتنج. سو اذا انا عم اتعلم مارشال ارتس مانا لعبه القصه، بس عم بتعلم حتى اعرف بس حرك حالي، كمان لازم اقدر دافع عن حالي بنفس الوقت. بدي اقول لكم بليز شغله، اهم شيء التوعيه، انه اللي عم نعمله اليوم هو شو، اذا بدكم تشوفوا شو فيكم تقدروا تتعلموا a new world of fighting. بليز انتبهوا انه ما بدنا نعملها حيالله وكيف ما كان، بالاخص انه اذا عملنا دريل فيه نايف، نحن عم نستعمل نايف خشب، او اذا عم نعمل فرد ما تجربوها بالبيت، هيدي منا لا تجربوها بالبيت، بس تشوفوا كيف الجيوش بتتدرب. سو تاج along وشوفوا شو معقول يصير. أول شيء رح نبلش إن كيس صار في معنا ريل أتاك، مش كل العالم بتلعب مارشال أرتس، سو بصير في أتاك بطرق مختلفة. شو لازم نفكر إذا صار في معي أتاك؟ لنقول مش عارف، اتخانقت أنا وياه، نزلت أنا من السيارة، لأنه أنا ما مفروض ضل بالسيارة، لازم أنزل لأنه أنا بالسيارة بحالة خطر. هجم علي، أوكي؟ مثلا هجم علي عم يلقطني بالشيرت، أجين ما نعرف شو الأتاك، سو أول شيء بدي أعمل بدي زيح من اللاين اوف اتاك. نمبر 2 كاتش ذا هيد اند اتاك. سو اجين عم بتسي عم يفوت 2 3 اوكي. نمبر 2 مثلا معقوله كثير بتصير ان ستريت، واحد عم يعمل اتاك بهالطريقه عم يخنقني وبنفس الوقت عم يعمل بانش. انا اللي لازم افكر فيه انه بصيروا يقولوا لنا انه فكر بهاي، لا، لانه انا هيدي شغلت لبالي، لتك ارجع لورا راح يصيبني. سو اللي لازم اعمله هو التالي. اجين اول شيء بس حط ايدي اي جين ديستنس بيني وبينه. ثاني شغله بكبس باصبعي على الارتير تبعه، بقطع له نفسه، بصير هو عم بفكر بحاله ومش بالاتاك علي. اجين بس صير هون قلبه على ايده بخدها اند اجين. اوكي سو رح نعملها مره ثانيه in real real speed. Again 1 2 3 من هاي الانجل بليز. اوكي سوري. كيف اذن عم يعمل اتاك تاب البو هون بام بام. اوكي another scenario، لنقول عم يعمل swinging، يعني مش كل الناس كمان مثل ما قلت قبل بتعرف تعمل punching. سو بصيروا يعملوا بانشينج سوينجينج حيالله، يمكن درانك اني كيس. بس يفوت هيك اول شيء بدي افكر فيه هو الديستانس. هو عم بفوت سوينجينج، اي يوز ماي كروس هاند يمين ضد اليمين تبعه بعكس بعض. اوكي اجين كروس هاند كروس هاند، بس اوصل لهون كاتش هيز نيك جو اب بام. وان مور تايم فايزان عم بفوت برجع اجري ثاني اجر جامب ان اوب داون بام. اوكي راح نفوت بكل وحده ونشوف شو عم بيصير ان ديتيلز. فاذا اول شيء باول تكنيك صار لما هو عم يهديني عم يكمشني من هون، اول شيء ايديه اقوى مني. سو هاو ما بيزبطوا انه هو كثير قوي وخاصه انه هو الهاجم. سو ما بدي افكر شيء الايديه، اللي بدي افكر اعمله هو خصري. خصري هو اقوى شيء عندي بدي استعمله، سو بدي اوقف. اوكي او بدي اوقف خصري اقوى من ايديه وما عملت شيء بعد. سو بس ابرم. اوكي انا وعم ببرم بستفيد من البرمه انه بعمل البو ات ذا سيم تايم، اذا هو بعيد بعمل هوك ات ذا سيم تايم. سو اجين 1 وبكمل فيني ما اعمل شيء بعدين فل. اوكي سو بالنسبة لأول تكنيك. تاني تكنيك وقتها يعمل أتاك، أهم شيء ما بدي أوصل لمحل صير هون، هاي الديستانس ما بحبها، هون في يعمل حي الله شيء وفي يصيبني. أنا هون مرتاح. سو أولويز كيب يور ديستانس. حي الله حدا بده يحكيني دايما بقوله فيني أسمعه من هون، ما ضروري أقرب يحكيني من هون، مانو مضطر. أوكي سو فيري كالملي، لأنه أنا ما هدفي أعمل مشكل، لازم دايما بعد الشخص من انه يقرب علي. فاذا عم بيقرب علي بوقفه
سو انا هون بعرف انه هو بده يضرب. He's going for the attack. اول شيء بدي اعمله هيدي الايد مثل ما حكينا مع الاصبع وبحط راسي شوي لورا. So again, he's coming in. راسي لورا. Now, I'm ready. Hand up. Down على الالبو. Rotate under the armpit. Catch the head. Boom. All right. This is number two. Number three. عم يعمل swinging. Left leg. I want. اعتبره انا ما بعرف اعمل شيء بايدي. He's attacking. بس اذا عملت هيك ما صابني. صح؟ So again. He's coming in. بس برجع. So هلا بس رح استعمل ايدي كمان. One هون. Two هون. Now I use my leg to attack هون. Okay. هدفي من هون انه علي له اجره طلوع على السقف. Sorry. You good? Okay. فازن, it's very simple. Keep in mind انه دائما الشخص اللي قدامي اقوى مني. اكيد اقوى مني. في كثير ناس عندها very very muscular, very powerful people. ما بدي فوت معهم head to head. اذا انا بدي العب معه هو جسديا اقوى مني. ليه بدي اقعد خبط انا وياه؟ ما بدي. انا اللي بدي اعمله بدي ظاهر حالي من الخطر. ولأعمل هيدا لازم أعمل tactical self defense. لازم يكون عندي science, علم. منا مرجلة وخبيط على الفاضي. It's a science. خلينا نروح لأكتر من هيك. إذا في سلاح ومن الأسلحة اللي فيها تستعمل ضدنا هي سكينة. بدي أقلكن السكينة 70% أو أكتر كمان فيها خطر إنه أنصاب. أخطر شغلة فيني واجهها حتى أخطر من الفرد هي السكينة. So, اليوم كتير مهم إنه مش إنه أفكر إنه أنا حيالله حدا مع سكينة فيني أشطه. لا, أنا بهرب من هالموضوع. وأكيد في ناس شغلتها, في عنا بوليس وعنا جيش وعنا ناس متكفلة بهالموضوع. بس إذا وصلت لمحل ماني قادر أنا بقى غير إنه دافع عن حالي, لازم أعرف شو بدي أقدر أعمل. So, من الأشياء الاتاكس اكثر شيء بتصير حكينا قبل فيها بسموها بابرينج. بابرينج لما يهجم واحد ويضل يعمل ستابينج. هيدي اكثر اتاك بيصير. السلاشز من فوق, اف هي سلاشينج هون, يمكن اذا ايدي فوق بقدر شوي شيل منهم, اقدر اركض او اهرب او اعمل حيالله شيء تدافع عن حالي. بس البابرينج صعبه. سو اول شيء بالبابرينج بيلقطني يا هيك يا هون هون وبيعمل باترينج يا هون. اوكي؟ سو لنعتبر اول شيء لقط. جود. اول شيء بدي افكر فيه ايدي اندر ذا ارمبت. اوكي؟ رح نعملها من ثاني ميله. من هون ايدي اندر ذا ارمبت وبايد. هاي الايد كاتشز. سو اجين هيز كومينج ان اندر ذا ارمبت, اصبعي قوي وبشده لجوا. لو صابني هون It's okay. راح يفوت شوي بس اكيد في هارم بالسكين. Again, hop, catch. لو عم بيرجع ايده بلحقه هلا بعدين. Again, so, هون, catch. بس once I catch, زيح لهون. Attack, attack. بقشطه النايف. So, one more time. He's coming in. Stay far. Attack. In. Rotate. Take the knife. Don't choose it. Let's just take it. Again, one more time. هون, هون. فيني اكسر, فيني اشطر. كل ما بيكبس كل ما هو بيسكت. Okay? So, أهم شيء بالنايف ما الحقه. Okay? ما شغلتي الحق النايف. ما فيني. بدي فوت دايركتلي على السورس تبعه. So he's attacking. Stop it, هون. Now, move to the side angle. أنا وياه عم نطلع على نفس المحل. Take the knife. Last drill. ما رح نفسره. صراحة رح نفرجيكم شو في طرق فينا نقشط فيه الجان. فأذن. من فوق. First of all. Okay. This is a dummy gun. ما إنه مزبوط. فأذن. واحد حاطط الجان بوجهي. Please be sure إنه ما رح يقوصني من بعيد. لأنه هو شغلته يخوفني. اللي إذا عم يسرق. ثلاث ارباع سي سي تي في بتفرجي انه الناس بتحط الفرد بوجه الشخص. فاجين بس يحطه ستيب باك تيك ات انذر واي انسايد اصبعي على التريجر. جايز, ذس واز اور تاكتيكال ديفنس فور توداي. سي يو نيكست ويك. اولويز نيو ستاف. بليز تذكروا, دونت دو ذس ات هوم.
See you next week.